لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك. أنا رحمون إبراهيم من ولاية معسكر دائرة المحمدية. أولا نشكر قناة الشروق اللي راهي معانا، أيا والحمد لله رانا عايشين غاية ورانا مليح، ونشكر الوكالة نتاعنا اللي راهي مطلية فينا وما خصنا والو. أيا ونبلغ السلام لكل دائرة المحمدية ولاية معسكر وإلى العائلة نتاعي وإلى أحبابي وأتوت لافامي. الساهل علي جاي من وهران، ورانا الحمد لله رانا غاية الغاية، ما خاصنا حتى شيء، راهم قايمين بينا لاباس، ورانا مسلمين كاع العائلة والحمد لله ما يخموش فينا، رانا غاية مادام رانا مقامة مليحة رانا لاباس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بلغ تحياتي إلى جميع من يعرفوني، قشيري حاج محمد عبد الواحد إن شاء الله. قدم تحياتي إلى كل العائلة وإلى كل من يعرفوني. شنقول هرانا بخير وعلى خير الحمد لله، ونتمنى التوفيق للجميع وكل الجماعة اللي وصوني بدعاء إن شاء الله، رانا نتفكرهم جميع والبلاد جميع إن شاء الله، والله يحفظ البلاد إن شاء الله. أنا الحاج بالخير والناس من ولاية يارت، مقيم حاليا بالمدينة المنورة. أودي تحياتي إلى أهلي بمدينة قصر شلالة ولاية يارت، وإلى جميع الإخوة والأصدقاء والأحباب، وإلى أبنائي وزوجتي وأمي، وإلى كل الأصدقاء في ولاية يارت وفي ولاية مسيلة، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الأستاذ رحم نور محامي من ولاية سيدي بلعباس، راني الحج هذه السنة هذا الموسم. بلغ سلامي لجميع أهلي جميع أولادي دون تخصيص، ولجميع أصدقائي وزملائي بالمهنة، وندعي ربي سبحانه عز وجل باش يوفق جميع المسلمين إلى حج بيت الله وإلى زيارة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نشكر الوكالة، الوكالة اللي تهلاو فينا، نشكر الآلية تاعنا ما يخموش علينا. هاني جاي من دايرة سيدي محمد بن علي ولاية دغليزان. نشكر على الآلية تاعي من الأم دار الوداتي، ما خصني والو على الحمد لله. نشكر فنيك الخدام تاع الإدارة تاعنا تاع محافظة الغابات ولاية غليزان. السلام عليكم، خروبي عمار من وهران، راني مقيم في المدينة دروك، وراهم قايمين بنا والحمد لله، شوية سخانة. وأهدي سلامي كاع للعائلة في وهران، وجماعتي أصحابي الحاج إبراهيم الحاج علي وكاع جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، حشاني كلتوم من الجزائر من مدينة الأغواط. نسلم على الجزائر كاملة والأولاد والعائلة وناس الأغواط أجمعين، والحمد لله رانا لبس علينا ومهنينا وقايمين بينا، واللهم لك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحاج قوس الشيخ من بلدية بوقطب ولاية البيض. نسلم على العائلة كامل، نسلم على سكان بوقطب، ونقول لهم الحمد لله رانا لاباس، رانا في المدينة المنورة قايمين بينا، الله يبارك ما شاء الله. وتحياتي لكامل أفراد العائلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الأستاذ العايب مسعود من بلدية أفلو ولاية الأغواط. نحيي كل الأهل والأقارب في مدينة أفلو، في كل من قريب ومن بعيد اللي يعرفنا، رانا لاباس، وصلنا لاباس الحمد لله، رانا في نعمة، والله إن شاء الله ربي قدرنا بأن أدوا المناسك على خير إن شاء الله. نسلم على كل عائلة كبير وصغير من كل الأخر، عائلة العايب في بلدية أفلو ولاية الأغواط، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، توتي زراد من ولاية مستغان بيت مساء. أقدم تحياتي إلى كل أفراد عائلتي وكل بلدية ماس أو مال بلدية مسرع،
وكل عائلة بن دداش وبالبشير ولاية مستغان. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حاكمي من مدينة آفلو ولاية الأغواط. أهدي تحياتي إلى كل سكان مدينة آفلو وإلى الوالدين الكريمين وإلى كل الأصدقاء والأحبة، وإن شاء الله نتمنى حجة لكل مشتاق للبيت الكريم. وأهدي تحياتي إلى زملائي في العمل وإلى الجيران وكل من يعرفني، وشكرا. نهدي تحياتنا لسكان سيدي خالد وسكان ولاية بسكرة كلهم وسكان طولقة ولا جلال، ونهدي تحياتنا لكل الشعب الجزائري، وربي يحفظنا بلادنا وتحية الجزائر. أحمد كربوع من ولاية بسكرة. أهدي تحياتي لجميع المسلمين في قاطبة الأرض وخاصة المسلمين الجزائريين، وأدعو لكل الجزائريين من الله عز وجل أن يوفقهم لزيارة البقاع المقدسة في أقرب وقت، لأنها فرصة لا تعوض. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك.